كبيره بنقدم في المجلس الاعلى للاثار من ايام حتى ست الوزير فاروق حسني وما بنلاقيش اي ردود فعل. كل اللي في الهيئه ومجلس اعلى الاثار مش شغالين، مش معاهم مؤهلات اثار. دكتور زاهي حواس في شهر 4 اللي فات كان عندنا في جامعه القاهره في كليه اثار، اوعدنا ان هو يعين ال 20 الاوائل، تمام؟ فانا حضرتك من ال 10 الاوائل كمان، وجينا هنا بعد ما اتخرجنا قلنا له يا دكتور احنا عايزين نتعين والكلام ده كله، قال لك مفيش تعيين. انا دلوقتي دفعه 2003، قدمت كذا مره في الهيئه وفي المتحف المصري، كل اللي اتاخدوا بالكوسه، وده مش حالي انا لوحدي، حال الشباب دي كلها، شباب من قبل 2003 كمان و2001 و2000، مفيش حد عارف يشتغل، كلنا دلوقتي متلطعين في الشوارع. احنا شغالين في الهيئه بقى لنا 14 سنه اجر نظير عمل، جاي دلوقتي يقول لنا هنعمل لكم عقود، ماضينا على عقود من الدكتور زاهي ب 750 جنيه واللي احنا بنقبضه الفعل 285 جنيه، وجاي دلوقتي بيقول الهيئه هتثبت وهنعمل لها ايه تثبيت، جاي يقول التثبيت اللي مر عليه في العقود 3 سنين، واحنا دلوقتي يا جماعه ما مرش علينا اصلا 6 شهور، لسه هنتمهم في شهر 2. اكتر قطاع في المجلس على صار في فساد هو قطاع المشروعات. احنا مطالبنا عايزين وزير الصحه يثبتنا ويطلع كده في التلفزيون ويقولوا زي ما وزير الزراعه قال احنا ثبتنا 94000 واحد، وزير الصحه يطلع يثبتنا. في ناس مننا بقى لها سنه ونص وصابات عمل وهي بتادي واجبها وما بتاخدش جنيه، بنطالب بالمساواه بين الجميع. ان احنا اكتر ناس بنعرض حياتنا للخطر، انا بقى في حادث في مصاب احنا بنطلع نجري على اقصى سرعه تعدي ال 170 تعدي ال 160، ورغم ذلك احنا اكتر ناس منهنين في مصر. احنا بنشيل المصاب على الارض، بنعمل له كل حاجه مجاني، بنشيل اللي عنده الكبد واللي عنده وما خدناش مره واحده حقن التطعيم. وزاره الطيران المدني ما كانش عليها جنيه مديونيه، النهارده عليها ما يقرب من 50 مليار مديونيه للبنك الدولي مع الاهمال الكامل للجانب الفني. المراقب الجوي اللي بيركز ويتخذ قرار في جزء من الثانيه محمل باعباء عمل تفوق عبء العمل الموجود في اوروبا او في امريكا. احنا هنا واحد بيشتغل 6 ساعات واربع ساعات ومتواصل وبيقعد لوحده. انا و40 واحد من زمايلي اتخرجنا من اكاديميه المراقبه الجويه بقرار تعيين كمراقبين جويين في شركه وطنيه لخدمات الملاحه الجويه، وتم تعييننا كلنا في قطاع تاني خالص ما يخش المراقبه الجويه عشان دفعه الوزير اللي هي دفعه ابناء ناس مهمين جدا حبوا يعينوها في الوزاره كضباط مراقبه جويه مكاننا احنا. مفيش اي علاج اسري، كلنا لينا علاج فردي. العلاج الفردي طبعا، العلاج الفردي ده كله طبعا في مستشفى مصر للطيران مش اكتر. التعسفات اللي بتحصل لنقل الناس لما حد بيقول لا على حاجه. بتكلم باسم 26 اداره اجتماعيه تابعه لمحافظه القاهره، مديريه الشؤون الاجتماعيه بالقاهره. مرتباتنا عايزين نساويها بمرتبات الوزاره، بقاله 20 سنه بياخد اجمالي مرتبه 50 جنيه 500 جنيه موظف الوزاره شؤون اجتماعيه برضو بيحصل مرتبه 3000 جنيه، ده بالنسبه للمرتبات. بالنسبه للحوافز هنا بناخد 75%، ده اخيرا الوزاره بتاخد 200% حوافز. 14 سنه في الحكومه في مديريه الطرق والنقل باخد كام؟ باخد 290 297 بالظبط، اللي بقبضهم في ايدي 297. ادفع ايجار ولا ادفع كهرباء ولا ادفع ميه ولا اكل عيالي؟ انا مرتبي 470 جنيه، ساكن في قانون جديد، انا على المعاش، وقالوا هنزود المعاشات 15%، رحت المعاشات قالوا لي الكلام ده كده. احنا شغالين في وزارة التضامن الاجتماعي، التضامن الاجتماعي دي ما نعرفش عنها حاجة، احنا اساسا اسمنا وزارة التجارة والتموين. عندنا دور خامس مبني مخصوص للمستشارين، المستشارين دول بيقبضوا بالملايين، واحنا بنقبض الفتات، اولا مش من حقهم، لان بياخدوا القبض والحوافز كل مكافئاتهم من عندنا احنا، من فلوسنا. احنا طالبين دلوقتي كرامة انسانية، عدالة اجتماعية، مش طالبين اكتر من كده، مش عايزين نحمل الدولة حاجة مش من خزانة الدولة، من ميزانية الوزارة، ميزانية الوزارة تستحمل. بقالي 17 سنة في شغال مع المهنيين ومعايا مؤهل متوسط ولغاية دلوقتي لسه ما تعينتش بيه. هي عالمية عايزينها هندسية، هي عالمية عايزينها هندسية، هي عالمية عايزينها هندسية، هي عالمية.
احنا اربع كليات تعليم صناعي في مصر، تمام؟ في عندك السويس والقاهره وبني سويف وسوهاج، تمام؟ في واحده اتلغت، والسنه الجايه على كلام السيد الوزير قال لك هلغي واحده كمان، يبقى اذا في اتنين كمان قال لك هيتلغوا بعد كده تدريجيا. مصير الكليات لما تلغي ديت، الناس اللي اتخرجت منها اللي هم الاف دول هيروحوا فين؟ انت لغيت الكليه بتاعتي وفاضل فيها دفعتين، مكاني فاضي، انت ليه في مكان الفاضي تعمل مجمع تكنولوجي الناس ثانيه تاخد له ثلاث مباني وتسيب لي انا مبنى واحد في اولى في ثانيه وثالثه ورابعه؟ ده حق انا. مين المستفاد من المشروع الاستثماري اللي اتباعت بيه الكليه اللي هو المجمع التكنولوجي اللي هو بعد كده هيبقى خاص اللي هو هتبقى تكلفته 4000 جنيه في السنه لصالح مين؟ مش عايزين شغل، مش عايزين شغل، احنا عايزين ننضم لنقابه الهندسه، بس ما يحطلناش العوده في المنشار، يقول لك اعمل اختبار، اختبار مين اللي هيعدي من الاختبار؟ الارضي